بسم الله والحمد لله، رانا في منزل المجاهد القدير بالقاسم برحال، يشكروا على الاستقبال وعلى الاستضافة وكل شيء في المسكن تاعو في تكوت. هو ابن شناورة وقدم الكثير للثورة التحريرية كما قدمت عائلة برحال الكثير الكثير. سي بقاسم، يا ريت تعرفنا شوية بالدار تاعك اللي رجعتها متحف بأتم الكلمة، هنشوف فيها صور متنوعة. على واش نبداو على حسين برحال، عرفنا بحسين برحال سيدي. حسين برحايل كان من أوائل الحركة الإصلاحية تاع بن باديس. بعد ما قضات تحكم في السجن داوه للرئيس، من الرئيس داوه للأنبيس، الأنبيس داوه للدامور. 44 هرب من حبس دامور، هرب لهنا لأورس، جاب معاه ثلاثة من الناس، معاه جاب واحد من خشلة، واحد من قالمة، واحد من خراطة، هما في أربعة اللي هربوا من حبس دامور من عنابة. بعد هيك الحق هنا عن لأورس، من لأورس يعني بالاختصار بك كون مجموعة من 44 إلى 47 إلى 54، كان هو القائد الأول العسكري في لأورس. كان مجموعة الخارجين عن القانون، خارجين القانون، القانون الفرنسي 47 47 إلى 54، مدة طويلة 54. هذيك الساعة 47 تكونت زاد معاه بن المهيدي والمصطفى بن بولعيد. من مصطفى بن بولعيد في هذيك الوقت هو حاكم التنسيق وبالمهيدي التنظيم، وحسين برحيل وهو التنفيذ. هذو هما اللي حكموا مثال في هذاك الوقت، حتى جاوا جماعة حباشي وبيطاط المهم جماعة تاع وبن عودة وزيعود، كل كانوا هنا، كل كانوا هنا، جماعة منظمة خاصة، منظمة خاصة اللي هربوا من الحبس وجاوا. هذاك هو كان المدني سهل يعني في هذاك الوقت، المدني هو ماهوش مكشوف، كان مصاب بالسطا. هو القيد نتاع عام هو اللي يمشي، لخاطر هو ماهوش مطلوب من عند فرنسا. هذا هو اللي يمشي بين المنظومه الاخر والمجموعه نتاع خارجين القانون. ايوه، والمجموعه نتاع خارجين القانون بقياده حسين برحيل، شكون اللي معاه؟ القائد المجموعه نتاعو شكون؟ كاين فيها حسين برحيل، صدق شبشوب، قوزير. هكا عادي عادي عادي. شوف، هو اللي كانوا معاهم كاينون 22 واحد. ايوه، كاين 22 خلية صحيح، كاين مثال 6 قسامات هذا مع الحسين، وكاين مثال مسؤولين نواحي خنشلة بسكرة. احنا نهضروا قبل الثورة، قبل الثورة، قبل الثورة، كل قبل الثورة. هذو كل هذو بدات الحركة هذه، بداو من 6. كان مثال الاخر اللي نشفى عليه، مثال كما تقول اللي مع خنشلة تبسة، يقولوا له غيول، هو اللي حاكم الناحية نتاع تبسة، الحدود تونس. كاين ثاني في بسكرة، رب العالمين دوك نقول لكم، ما نشوفش الكرني ما نقولش. أنا نعطيك على الجماعة اللي كانوا هنا من الجهة بزاف، كاين مثلا كيما قوزير كان معاه، مسعود بن زلمة الثاني كان معاه. استنى، هنا كاين الأول اللي معه كان عليه درنون صحيح، كان مسعود بن زلمات. ايوه، كان صدق شبشوب صحيح. هذو نتاعنا بن بوسليمان. انا مي هذو، والمكيعيسي كان معاه. المكيعيسي كان مكي عيسي، هي كان الاخر. عيسي مات قبل الصوره. انا مات قبل الصوره، صحيح. مات قبل الصوره، مات في وحمد قاده كان معاه قبل الصوره، كنت انا وياه، انا وقاده كنا مع بعضنا مع الحسين. انا كاين مسعود بن زلمات، كان مات في شبيه، في واحد لاكرات واحد البلاصه يقولوا ايش بالعربية، ايش يقر، يعني القرن اليابس، القرن اليابس. انا حاضر بعد هذاك النهار كي جبدوه، كي جابوه باش هبطوه لاريس، وما تقبل الثوره شويه. قبل الثوره، يعني هذو بالاختصار. هو مسعود بن زلمات، هل ترى مات نقولوا احنا مسموم ولا قتلوه ولا كيفاش؟ في هذه السنه هاي فيها زوج نوع. ايوه، فيها زوج نوع. كان وقعت خلافه بين الجماعه
وبين مصاري، بين الحركة ومصاري. نعم نعم. يعني كما يقولوا لي أنا تلميذ. إي صحيح. أنا مانيش منفل ولا منظم. صحيح. أنا منفل، يقولوا لي دير عندي الرسائل في هذيك الوقت نهزهم. في الليل كان معنا احنا في زوج، كان واحد يقول له برحيل محمد وبرحيل بالقاسم وبرحيل بالقاسم، في زوج عندنا. محمد هذا يخوف الليل، في الليل كيمشي يخوف، نديروه في الوسط. ايوه. مالا نلحقوا نديو البراوات نحطوهم في بلاصه، ويلقينا اللي نهزوه نروح نهزوهم، ما يشوفونا ما يشوف حتى كل واحد. هذا قبل 47 وروح واحد ما ياخذنا في ثلاثه مجاهدين للجيش، خذنا كل بالقاسم بالقدور استشهد الله يرحمه، محمد التبليسة حتى هو خذوه مصارنه في الارض، داوه داوه وحتى 62 هكذاك، وقت 62 باش طرقوا له من الحبس. وانا برحيل بن محمد قيت حي الى يوم هذا من الاول الى الاخر. الحمد لله. اسمع لي التصويره نتاعك سي بالقاسم المجاهد بالقاسم برحيل هذيك نتاعي. اي انت وقتها طلعت الجبل هذاك؟ انا المهم انا طلعت في الجبل من 54 وانا في الجبل. ايوه 54، ولكن ما تسميت راجل يعني رويجل حتى جبت السلاح من المعركة في 58. اي سما جبت السلاح بروحك انت. بالذراعي. أيوة. كما قلت كان طفل هذا من الريس جاب الماط. ايوه. جاب الحال الاخر كما نقولوا نحاها له. القومي. نعم. يعني هذيك الساعة جاء عيطنا سي يوسف العلاوي. قال لنا لازم انتم تروحوا تخرجوا في تونس، تخرجوا للخارج، يعني هو قال تخرجوا للخارج، يا اما مصر يا اما العراق يا اما تونس يا اما كذا، تبر ليبيا. صحيح. صاحبي رفض، قالوا انا ما نروحش. ما لا اقعد، هدانا في هذاك الوقت، هدانا 5000 في ذاك الوقت الدراهم ميناتنا، واعطيتها ليه هو الطفل هذاك. انا في ذاك الوقت الدراهم ما نعرفهمش، وحتى نعرف ما عندي ما ندير بهم. صح. ما نصرف بهم، والطفل هذاك ما زادش ورايا استشهد. يعني في هذه بين قبل الثوره والثوره، الثوره 54 تحرقت الدارنا في 54 في مشونش، حكموني انا العشيه مع المغرب، لحوني في الحبس، وهذيك الساعه داخل القايد بن شنوف والجماعه خرجونا من الحبس. هذاك بن شنوف قال لازم مشونش ما تقعدوش ليله تباتوا هنا والعيا. إيه. على خاطر راحت هربت بن شنوف. نعم نعم. للقايد خباتها خباوها ماني والمراه وكذا وكل هذيك الساعه هربنا، صبحنا في كيمل. قعدنا في كيمل حتى 56 حتى دخل عجول الى فرنسا. هذيك الساعه دخلنا العائله دخلت لين وغيسل في وسط الشعب. احنا انا قعدت في الجيش نمشي معاهم نمشي معاهم، بس حتى نهار جبت السلاح وليت رويجه. ايه. ما وليتش بزويش. ايه. سمعت هذيك الساعه وليت عندي قيمه. صحيح. حتى وليت حتى انا برشاش، وليت مسؤول، وليت كذا، والحمد لله يا رب. الحمد لله. برك سي بالقاسم بعد الاستقاله راك درت كتاب، يعني رساله للشهداء، راك درت كتاب حول حسين برحيل، وتطرقت بشكل عام يعني للكثير من يعني القضايا، سواء تخص الشهيد حسين برحيل، تخص السيره تاعك، السيره تاع الثوره في الاوراس وغيرها. وبالتالي هذه حاجه ايجابيه، وحنا راهنا في المنزل تاع سي بالقاسم برحيل، راهو رجعوا متحف فيه الكثير من الصور النادره، سواء اللي تخص فتره الثوره التحريريه كما نشوفوا هنا الشهيد البطل حسين برحيل اللي كان من خارجي عن القانون الفرنسي منذ منتصف الاربعينيات، وكان من الراعي الاول للثوره التحريريه، وساهم كذلك في تاطير المجاهدين قبل اندلاع الثوره التحريريه بالتنسيق مع الشهيد البطل مصطفى بن بوعيد. وفي نفس الوقت نشوفوا في صوره المجاهد بالقاسم برحيل اللي استضفنا في المنزل تاعو مشكورا، كي كان في الجبال خلال الثوره التحريريه. نشوف في المقابل الكثير من شهادات التكريم نظير يعني الجهود والتضحيات التي قدمها بالقاسم برحيل وعائلة برحيل بشكل عام. وهنا نشوف الصورة تواجد يعني بالقاسم برحيل مع المجاهد طاهر الزبيري وعد من ولي باتنا السابق سلماني وغيرها من الشخصيات، إضافة إلى أبناء الشهيد مصطفى بن بوعيد. وبالتالي يعني نشكروا الأستاذ بالقاسم برحيل على هذه الاستضافة كما تلاحظون. هذه شهادة الشهيد حسين برحيل، يعني شهادة إشعار
باستاء وسام شهيد وغيرها من الشهادات. كما هنا نشوفوا قائمه شهداء عائله برحايل اللي فيها الكثير من الشهداء، يتقدم حسين برحايل، بركه برحايل، ابراهيم برحايل، مباركه برحايل، فاطمه برحايل، بن قاسم برحايل، بن قدور، وبن قاسم برحايل، بن محمد بن قاسم، عمر برحايل، ومسعود برحايل. وهنا شهادة إشعار بإستاء ووسام جيش التحرير الوطني للسيد المجاهد بن قاسم برحايل، من مواليد 1939 بزراتو ولاية بتراء.